شدة. كل اللي بعمله غلط فغلط. لو ترجع الأيام لورا، لو حياة الواحد تبدأ من الأول، يا ترى تختار إيه؟ تختار الحب ولا المال؟ المشاعر الرقيقة ولا أسود القلب والانحطاط؟ انت بتشتغل ايه؟ لا جوزي بتعامل بقى، تقدر تفهمني هتصرف عليها مين؟ هتعيشها ازاي؟ في جيبك، لو في جيبك 100 جنيه دلوقتي هديك قصادهم 1000 جنيه، لو معاك حطهم على الترابيزه. لو ما كانتش بطه بنت عمك كنت قبلت تتجوزها واحد صايع؟ انا فعلا ما لقيتش فلوس، لكن جبت لك الكبريتين اللي انت عايزها. انا مش فاهم ازاي ما لقيتش فلوس وازاي جبت لي الدبلتين الدهب دول؟ ده الدبله بتاعتي انا وبتاعت ناديه. انت اتجننت يا مصطفى؟ عايز تفضحني؟ عايز ناديه تبهدلني؟ هي اللي شرط عليا كده، وانت عامل لي مشكله يا جلال؟ مشكله ايه بس يا اخي وبتاع ايه؟ وبعدين خد، ما ينفعوش، مكتوب عليهم اسمك واسم مراتك. لا يا سيدي، انا رحت الصاغه ومسحتهم وكتبت عليهم جلال وبطل. لك يا بطة، المشاكل كترت وحال البيت بقى ما يصرش. بقول يعني فيها ايه لو انت خدتي لك اجازة سنة مثلا وسبتيني هنا ادور المحل واشغله، واللي انت كنت بتطلعيه انا مستعد اطلع قده 10 مرات. انا مش فاهمة، انا مضايقاك فيا يا همام؟ مش مضايقان ولا حاجة، انت بس صعبان عليا، الحمل تقيل. بقول يعني فيها ايه اجازة تقعدي في قلب البيت تشوفي مشاكل اخواتك وتسيبيني هنا في المحل اشغله بطريقتي؟ بقولك ايه يا همام، انت فطرت وعملت الاستباحة بتاعتك ولا لسه؟ دم خفيف والله العظيم زي العسل، عشان كده بيحبوكي وبتمنوا منك نظرة واحدة. مالك على الصبح يا همام؟ فيك ايه؟ لا مفيش، مش عاجبني يعني قعدتك هنا في وسط المحل في وسط السوق والرجالة. بس من غير ما تزعلي وتضايقي، عايز افهمك حاجة، الرجالة ليهم شغل والنسوان لا مؤاخذة لها شغل تاني خالص. مفيش حاجة انت بتعملها يا همام ما تقدرش واحدة ست يا اخويا تعملها. وبعدين ايه المناسبة؟ ايه اللي فتحه من تاني؟ ما انت هرشت مخي بالكلمتين دول اكتر من مرة، بدل المرة 20 مرة. في ايه تاني يا همام؟ انت يا اخويا ما بتزهقش؟
هقول لك ايه المناسبه، هقول لك، بس بقول لك ايه، اتفقنا من غير خناق وعصبيه ودوشه على الصبح. حاضر يا همام، من غير خناق ولا زي، انا اصلي مفيش حل ليهم. انت بتهبب ايه؟ بص يا ستي، الحاج رضا صاحب محلات الايمان والهدى، عارفاه؟ اظن طبعا عارفاه، ده اشهر من نار على العالم. والله يا سيدي عارفاه، هو في حد ما يعرفوش؟ ويا ترى بقى الحاج عايز ايه؟ ما كنش صعبت عليه وعايز يقعدني في البيت مع اخواتي البنات؟ مش بالظبط كده يعني، بس يعني هو بقاله كده مده عمال يعني يتدقص، ويجي مره يسلم عليا يسالني عن اخبارك، ومن ثلاث اربع ايام كده جابها لي على بلاطه. هي ايه دي بقى اللي جابها لك على بلاطه يا همام؟ صلعته لا مؤاخذه؟ صلعته؟ صلعته؟ ضحكتيني، اول مره اضحك قصادك من يوم ما اشتغلت معاكي. صلعته؟ بقولك ايه يا همام، اثر وهات من الاخر، خلينا يا اخويا نشوف شغلنا واكل عيشنا، مش هنقضيها طول النهار والليل في الكلام. شغل ايه بس يا بطه؟ شغل ايه؟ انت شايفه يعني الشغل مقطع بعض قوي، شايفه الناس واقفه قدام الوكاله طوابير من هنا لحد الحسين؟ ما احنا اهو بقالنا ثلاث اربع سنين على باب الله. ولما احنا بقالنا ثلاث اربع سنين على باب الله، العربيه بتاعتك دي جبتها منين يا همام؟ ما علينا، سيبك من العربيه، خلينا في موضوع الحاج الرضا. ماشي يا همام، عاوز الحاج رضا؟ طبعا انت عارفاه، عارفاه كويس الحاج ده، ده راجل بسم الله ما شاء الله، راجل مردردير. مردردير؟ اسمها مردردير؟ ماشي يا همام، عايز الحاج المرمردير. باختصار كده بقى، الراجل طالب القرب منك. سايق عليك النبي، ما تهبيش في وشي كده، وقلنا من غير خناق. هي ايه الحكايه يا همام؟ حد قال لك ان فتحها ضل للمسنين؟ ده راجل متجوز 24 ست، عنده زربة عيال ما يعرفش حتى اساميهم ايه، غير لما حد يقول له دي بنتك وده ابنك. ده مخلف 65 عيل يا راجل. انت مش مصدق التخاريف ده؟ دي تخاريف؟ معقول برضه راجل يتجوز 24؟ ده راجل بيفهم في القانون وفي الشرع، راجل بتاع ربنا. هم أربعة أربعة أربعة. ثم أنت مالك ومال العيال والنسوان؟ أنت هيكون لك وضع تاني. ده على كده بقى كان فارس أحسن. فارس؟ يا سلام عليه، ده كان يتمنى التراب اللي تحت رجليكي، بس أنت بقى اللي مالكيش في الطيب نصيب. والطيب بقى في نظرك انت يا همام يبقى عامل ازاي؟ هو راجل واحد، راجل واحد، هو ده الطيب ابن الحلال. اللي معاه فلوس، فلوس. بنات الايام دي مش بتسأل الراجل ده كبير ولا صغير، متجوز ولا مش متجوز، عنده عيال ولا لا، بتسأل على على الفلوس، فلوس. شوف انت بقى لما راجل مرمردير ده يبقى عدى من باب الجمال. مرمردير ده يبقى معاه قد ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده عدى الألف مليون. الحكاية كده قلبت كوميدي يا عم همام، بقى ما فاضلش غير الراجل اللي متجوز أربعة. بقى أنا مرضيش أتجوز فارس اللي متجوز تلاتة، أخد الراجل اللي متجوز أربع نسوان؟ ويا ترى طلباته إيه بقى يا همام؟ أقعد في البيت وأتستت وألبس النقاب، وبعد سنتين تلاتة أخلف له زربة عيال ما يفتكرش حتى اساميهم يا اخويا. وانت بس لو تصبري وتفهمي انا فاهمك. الراجل جالي من ثلاث اربع ايام
واتكلم معايا. قال لي يا همام انت راجل البيت؟ قلت له لا. ازاي يا حاج؟ لا طبعا. امال الاستاذ حسن المنزلاوي راح فين؟ قال لي لا انت راجل البيت. وجابها لي كده على بلاطه. هو بيحبك ورايدك مليون مهر ومليون مؤخر صدام. بيني وبينك انا مخي شد. مليون ومليون بطيئه. طب ما توافقي وتاخدي المليون الاولاني، واذا ربنا يعني ما قردش والحياه ما استمرتش بينكو تاخدي المليون التاني. 2 مليون. 2 مليون. تعمل في نفسك كده ليه؟ تفوقي بقى، تفوقي وريحي نفسك. وارباح المليون زي بتوع التلفزيون، انت موقفه سوقك ليه؟ لا مؤاخذه. متشكرين يا عم همام، متشكرين على النصيحه والكلام الموزون قوي على الصبح. كتر خيرك يا اخويا. انا برضو كنت عارفك انك انت مش هتوافقي، هترد بالشكل ده. انا كنت عارف. انت عايزه ايه يا بطه؟ حلفة 100 يمين انك ما تقربيش من الناس الحلوه؟ ها فارس تقولي لا، الحاج رضا برضو تقولي لا. انت عايزه تتجوزي ايه؟ جزمجي؟ بقولك ايه يا همام، فضها سيره. انا وعدتك اني مش هتخانق معاك على الصبح، فضها سيره احسن لك. خلاص خلاص، دومت بقى مصر على الكلام دوت، مصر دلوقتي في وسط النكاله في وسط الرجاله والمعلمين، يبقى لازم بقى تغيري اللبس دوت وتغطي شعرك. اغطي ايه؟ اشمعنى يعني؟ وبعدين تعالى هنا يا همام، من امتى بتتدخل في لبسي؟ من امتى بتتدخل في الحاجات دي يا همام؟ من امتى؟ جري يا بط، انت ناس ان انا الراجل بتاعكو في الحته وفي السوق والناس كلها عارفه كده. انا يا اخويا اللي مجنني حاجه واحده بس، انك جاهل، لا بتعرف تكتب ولا حتى تقرا. وانا مش فاهم ايه اللي جاب القرايه والكتابه للاصول. اخر مره تعملها وتتدخل في اللي ما يخصكش يا همام، اخر مره تعملها. اخر مره اعملها ايه؟ وانا عيل صغير؟ ما تجيب عصايه احسن وتضربيني على ايديا. تصدق وتؤمن بالله، لو الضرب ينفع معاك ويجيب نتيجه كنت لطشت لك على وشك يا همام. يا نهار ازرق، تلطشين انا؟ جرالك ايه يا بط؟ انا الكبير بتاعك وكبير البيت بتاعك كله. الكبير ده يا اخويا هناك في البيت على مراتك. اتلم احسن لك يا همام. حط لسانك جوه بقك واحترم نفسك. حاول تحترم نفسك عشان الناس تحترمك يا اخويا. ما تفتحش بقك بكلمه واحده. شوف شغلك وخد بالك من اكل عيشك. اتفضل. اتفضل من غير ما ترد. اجري الفقر برهوان. يا ساتر يا رب. يا ساتر. بلى. هينزل جلسة زي ما انت عارف، يا يخرج بكفالة لحد ميعاد المحاكمة، يا إما يتجدد حبسه، ودي تالت مرة يتجدد فيها حبسه. والله يا غلب غلب يا رمزي، أنا مش عارف أعمل الواد ده إيه. أنا متأكد، مش متأكد، عندي إحساس قوي إنه بريء، لكن ما عنديش دليل على الكلام ده. ده غير المشكلة اللي هتحصل في البيت بين عزيزة وهدية. أهو معاه محامي يا حسن، ومحامي كبير مش صغير. أنا اللي صعبان عليا في الموضوع ده هدية، لأنه حتى لو كان مظلوم ما هو مفيش حد في الأيام دي ساذج للدرجة دي. وبعدين مش معقول يعني واحد يقول لي ابقى هات لي ازازه معاك من بره وابقى مش عارف هي فيها ايه. والله يا رمزي الجهل يخلي الواحد يعمل اي حاجه، محدش عارف. لا لا لا، مش للدرجه دي. انا المهم عندي هديه. والله انا هديه سايبها تتصرف بطريقتها.
البت مش سهلة ولا ضعيف، لا البت جدعة قوي. بس تعرف أنا شاكك في عوني، نفسي أطقص وراه كده من غير مراته ما تحس. أصل عزيزة مصدقاه وهي دي المشكلة. لازم يبقى في دليل، خيط نمشي وراه طالما مش عارفين نصدق مين فيهم. والأهم من كده إنك لازم تثبت، مش لهدية وعزيزة، لا للقاضي للمحكمة. ليك حق، ليك حق إنك تشك في عوني، هو ممكن يعمل أي حاجة، لكن برضه العبرة بالدليل. اسمع، أنا عندي اقتراح كويس قوي. إيه رأيك تشيل الموضوع ده من دماغك خالص مادام عمر معاه محامي كويس يا حسن؟ أصل تعرف المشكلة ما هيش مشكلة قانونية وبس، لا المشكلة عائلية عندنا في البيت بين الإخوات. هما ساكتين دلوقتي ومفيش حد بيتكلم، إنما تحس إن الجو متوتر ممكن ينفجر في أي لحظة. أنا لولا موت منال الله يرحمها محدش عارف كان عزيزة وهدية هيعملوا بعض إيه. طب وإحنا في إيدينا إيه نعمله؟ إحنا بالذات لو كنا نقدر نعمل أي حاجة كنا عملناها. ثم يعني اللي أنا ملاحظه إن هدية مش حاسمة أمرها، مش قادرة تصدق جوزها، وفي نفس الوقت ما هيش قادرة تكذبه. حاجة تقلب الدماغ فعلا. أنا قلبت دماغي يا رمزي. لا ما تفهمنيش غلط، أنا أقصد يعني إن الوحيد اللي ممكن يقف جنب عمر ويساعده في المحكمة هو محامي كويس، والمحامي بتاعه فعلا محامي كويس. ولو عندك اقتراح يا سيدي قول لي عليه واحنا نعمله. عنديش، مش عارف اعمل له ايه. عموما بلاش نسبة الاحداث، الايام اللي جايه هي اللي هتقول لنا ايه اللي ممكن يحصل. اوكي. استنى، رايح فين؟ رايح مكتبي. انا اصلي بقالي كتير ما اشتغلتش، عايز اشتغل شويه. نفسي مفتوحه للشغل، تخيل. معقوله؟ اتفضلي. ست هوانم بحالها، ده ايه المفاجأة اللذيذة دي؟ يا سلام، صباح الفل يا ست الكل. على فكرة أنا طول عمري بحسد محمود المنزلاوي عليك. ده إيش يا معلم فارس؟ لو إن محمود ما يعرفش إن أنا نازلة جاية لك. محمود أخويا طول عمره وأنت عارفة كده بالظبط. المهم زيارة عزيزة، خطفة عزيزة. يا سلام، احنا في ديك الساعة لما القمر ينورنا ويشرف مقدرنا. تشربي ايه؟ شبيكي لبيكي، انا تحت امرك. الله يخليك يا معلم فارس، قالش رماك على المر يا اخويا. قال اللي امر منه، انما ايه المناسبة؟ تقصدي ايه؟ اشمعنى يعني بنتي سكينة بالذات اللي انت عايزها؟ ما البنات الحلوة كتير ومالية الدنيا. أمر ربنا، هنعمل إيه؟ إنما إيه مناسبتي في السؤال؟ في حاجة؟ أنا قلت أستفرد بيك وأكلمك وأعمل اللي عليا وخلص ضميري. أنت برضو زي أخويا وإحنا ولاد حتة واحدة، وكمان من شارع واحد، شارع محمد علي. ولو كنت أعرف بقى إن أنت هتبقى في الأملة دي ما كنتش رفضتك زمان وانت مقشفر وعلى باب الله. لكن تقول ايه بقى المقدر والمكتوب؟ كل شيء نصيبه هوانم. المهم قلقتيني، ايه الحكايه بالظبط؟ اول هام البت بطه دي ما تناسبكش، دي بت مستقويه ومستعفيه وفاكره نفسها زي الرجاله. انت محتاج واحده ست تقعد تحت رجليك تدلعك وتهنينك وتشوف طلباتك. اشمعنى ريقك جري على بطة بالذات؟ انت نسيت اللي جرى منها زمان يا معلم فارس؟ اللي حصل زمان ده بقى غلطة ابوها الله يرحمه، هو اللي خبى عليها ان انا متجوز ثلاثة وانها هتبقى الرابعة. صراحة كان عندها حق تتعفرت وتتجنن، عشان كده انا طلعتها من سكات بدون شوشرة. طمعانين في فلوسك وكل كلامهم على اللي معاك واللي عندك واللي هتعمله واللي هتسويه، ناسين انك راجل الف واحده تتمناه حتى لو كان على الحديده وما حلتوش اللضا. يا ست ربنا يكرمك، بس ده شيء طبيعي. وما تاخذنيش يعني، انا بشتري الناس بالفلوس اه،
ربنا سبحانه وتعالى اداني نعمة الله ما افرحش بيها، ولا مؤاخذة انا لو ما كانش معايا وحلت الله ده كنت قدرت اتقدم لابوها زمان، ساعتها ما كنتش حاضر اتقدم وما حدش هيوافق عليا. بطة واللي زيها لما يسألوا يسألوا على الفلوس، هي دي الدنيا هوانم مؤاخذة يعني. وبصراحة بقى اللي سماكي هوانم ما غلطش. ايوه ما شاء الله ريحتك حلوة ووشك حلو وطلتك على المحل تعمل طراوة. وكتك ايه يا معلم فارس؟ يا اخويا ما تعلم محمود يقول كلمتين حلوين زي دول. اسمعني بقى، اسمعني في اللي انا عايزه اقوله لك. كل اللي قلته لك كوم واللي هقوله لك كوم تاني، بس توعدني ان يبقى سر بيني وبينك، ده هيحاسبني عليه ربنا. انت زي اختي يا هواني. ايوه خوفك عليا وعلى مصلحتي ده شيء طبيعي 100%. سر ايه؟ بطه لسه متعلقه بالواد الصايع ابن عمها وماشيه معاه. ما تضيعش وقتك يا اخويا وتجري ورا بنت ما تستاهلش ضفرك. الجواز حاجة تانية غير لعب العيال ده يا هوانم. واد ايه وبتاع ايه؟ انا هشتريها من امها، هشتريها بفلوسي. لو امها ما وافقتش يبقى خلاص يا دار ما دخلك شر. وعلى رأي ابويا زمان الله يرحمه قال كلمة حكمة، بين البايع والشاري يفتح الله. على ام انا بشكرك، جميلك على راسي من فوق انك خايفة عليا وعلى مصلحتي. على فكرة وقت ما تعوزيني في اي وقت شاوري بس وانا شبيك لبيكي تحت امرك. يعني مفيش فايدة يا فارس، البنت تقول لا وانت تشعلق فيها اكتر. ما البنات الحلوة مالية الدنيا واتمنوا تراب رجليك. على العموم انا مش هتقل عليك، واذا حبيت اللي تساعدك وتريح قلبك انا عندي فريده خدمتك وتحت امرك. فضتك بعافيه. الساعتين وقفوا ما كانوا شغالين. ممكن اعرف انت استفدت ايه من عملتك دي؟ ايه اللي عاد عليك بعد ما وقعت بيني وبين امي وابويا واهلي؟ انت بتنتقم مني يا احمد عشان اسكتك؟ ارجوك ما حدش بيحب بينتقم من اللي بيحبه. انا كنت رايح اطلب ايديكي من ابوكي، كنت رايح اصلح الغلط اللي عملناه واتجوزك على سنه الله ورسوله. انا مش شايف اي حاجه في كده. احنا مش قعدنا في المكان ده واتفقنا ان احنا نخلص الموضوع اللي بينا ونخرج منه واحنا اصدقاء؟ مش اتفقنا ان موضوع الجواز العرفي ده يفضل سر بيننا احنا الاثنين وبس؟ حصل ولا ما حصلش؟ ما ترد عليا يا احمد. ممكن تفهمني انا اقدر احترمك ازاي؟ اقدر اثق فيك واتعامل معاك ازاي بعد كده؟ ما ترد عليا وانا جاي اكلم نفسي. ما ترد عليا ولا انت مبرشم ومش حاسس؟ مش قادر استغنى عنك، مش قادر استغنى عنك يا فريده. مش عارف اعمل اي حاجه من غيرك. الشقه اللي انت شايفاني وعارفه انا واخدها بقد ايه، مش طايق ادخلها وانت مش موجوده فيها. فريده انا بموت من غيرك. أنا آسف اللي شكيت فيكي. كنتش أعرف إن العربية اللي بتوصلك دي كانت عربية جاركو، كان مخلي السواق يوصلك. أنا آسف إن أنا قطعت العقد القافي. أنا آسف يا فريدة. حبي ليكي وغيرت عليكي خلوا خيالي شطح لبعيد قوي. واتجننت أكتر لما سألتك وقلتيلي إن دي توصيلة عادية. رديت عليا بمنتهى البساطة. حسيت إن أنت بتقوليلي أنت مالك؟ أنا مالي يا فريدة؟ أمال مين اللي ماله؟ أنا مالي يا فريدة؟ فريدة أنا صحيح قطعت عقد الجواز والقرف اللي بينا، لكن مش قادر أقطع قلبي لحبك جواه. أنا مش كان قصدي أفضحك ولا أعمل لك أي مشاكل بينك وبين أهلك. فريدة أنا عايز أتجوزك بأي طريقة، أي صورة أنت عايزاها. أنا عارف إن أنت عارفة إن أنا لسه في أول الطريق، لكن أوعدك يا فريدة
اوعدك ان انا هبقى دكتور كبير قوي ومشهور، بس ارجوك اقف جنبي، ارجوك يا فريده اقف جنبي وما تتخليش عني، ارجوك ساعديني ابوس ايديك. للاسف مش هقدر يا احمد، مش هقدر اضحك عليك، مش هقدر اخدعك. المشكله ما بقتش في هذا الجواز العرفي، المشكله اني ما بقتش بحبك. بعد ما عشنا مع بعض اكتشفت اني مش مرتاح ومش هرتاح ومش هنبسط، رغم الكارثه اللي انت سببتها لي في البيت. لكن معلش دي غلطتي ولازم اتحملها مهما كانت. انا مش هتجوزك يا احمد، مش هتجوزك مهما حصل ومهما عملت. ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا عمي؟ الله يسلمك يا بطة. أنا مش هين عليا تزعل مني يا عمي، أنت محملني ذنب أنا ما عملتوش. الحكاية كلها إن فريدة استأمنتني على سرها، ما كانش ينفع أفتن عليها. تخيل واحدة من إخواتي تستأمني على سرها وأنا أفتن عليها، يبقى شكلي عامل إزاي؟ كان لازم هي اللي تيجي وتقولك يا عمي مش أنا. الكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط؟ غلطانة طبعا يا بط. لو واحدة من اخواتك كنت قلبت الدنيا وقدت فيها نار، انما فريدة ليه يا مرات عمي؟ هي فريدة مش زي اختي؟ لا، فريدة بنت العالمة، بنت الرقاصة، تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، توقعوها في الغلط وتقفوا تتفرجوا عليها. مين اللي وقعها في الغلط يا هواني؟ فريدة هي اللي غلطانة من ساسها الراسها، انت ما عرفتيش تربيها. أنا اللي معرفتش أربيها برضه يا محمود ولا أنت؟ أنا بقول يا عمي بدل ما نقع في بعض من غير داعي نفكر هنساعد فريدة إزاي؟ فريدة لو سيبناها هتضيع، تهون عليك؟ مهما كانت غلطتها يا عمي مش معقولة هنسيبها ونقف نتفرج عليها؟ هو مين ده اللي هيسيبها؟ ده الوقت اللي عنده أصل وقال إنه هيتجوزها رسمي، يعني مفيش مشكلة، وأول ما تبقى في عصمته كل شيء هيبقى عادي والمسامح كريم. أنا لسه ما أعرفش بنتك عايزة إيه لغاية دلوقتي، لا طايق أشوفها ولا عاوز أسمع سيرتها. والواد ده بيشتغل دكتور فين يا بط؟ دكتور امتياز يا عمي، بقاله سنة متخرج. هو شكله كبير شوية لأنه قعد 10 سنين في كلية الطب على ما اتخرج. أفتكر إن هو بيشتغل في مستشفى للصحة النفسية. مستشفى مجانين يعني؟ يا دوبك. بيشتغل دكتور يا عمي، مش مجنون. وفي واحد عاقل يعمل اللي عمله ده مجنون ابن مجنون. لا مؤاخذة معلش، معرفش إن في حد هنا، أنا آسف. إزيك يا فهيم؟ وبعدين ما حصلش حاجة يعني، وأنت مرتبك كده ليه زي ما تكون شفت عفريت؟ عشان المشاكل يمكن، عشان هوانم مرات خالي محمود، خالي طيب ابن حلال، إنما الست هوانم لسانها ما بيرحمش، هي اللي طفشت جلال ومحدش يعرف له سكة لغاية النهاردة، ما تزعليش منها مقبولة. جلال أخويا وحشني قوي، نفسي أشوفه. تعرفي إن جلال كان دايماً يجيب سيرتك؟ بيحبك جداً. بيقول انك طيبه قوي ورقيقه قوي، انما نسي يقول انك جميله جدا جدا. بقالي مده ما شفتش جلال اخويا، نفسي اشوفه. هو ده جلال اخوكي، يختفي وقت ما هو عايز ويرجع وقت ما هو عايز، ما تعرفيش امتى هيمشي ولا امتى هيرجع. معلش يا مقبول انا هنزل، واضح انك قلقانه لحد يشوفنا مش كده؟ انا لا انا مش قلقانه ولا حاجه، وبعدين انا
مش خايفة على حد يشوفنا ولا حاجة. احنا لا بنسرق ولا بننهب ولا بنعمل حاجة غلط. احنا بس بنتكلم يعني. وبعدين يا سيدي انا اللي دافع عندكم في بيتكم، مش عايزة اعمل مشاكل. انا اللي هستأذن وانزل عشان ما يحصلش مشاكل اكتر من كده عن اذنك. مقبول، انا مش قصدي، بلاش الحساسية دي، انا ماليش ذنب. ثم انا عايز اقول لك مقبولة. انا يا مقبولة بتعملي ايه عندك؟ ايه مقبول؟ انت فين يا بنتي؟ كنت فوق السطح شوية يا ماما، فيها حاجة دي؟ ما تنسيش يا بنتي ان ده مش بيتنا، احنا الضيوف هنا، وانا مش عايزة مشاكل مع حد. ايه بس يا ماما مالك؟ زعلتك في ايه؟ هو انت شايفاني عيلة صغيرة عمالة اخبط واكسر في الحاجات اللي حواليا؟ ما لو كنت عيلة صغيرة كنت سكت وقلت ما انتش فاهمة. المصيبة انك كبيرة وفاهمة اللي احنا فيه. كنت فوق السطوح ليه؟ بتعملي ايه فوق السطوح؟ يا بنتي يا حبيبتي انا ماشية جنب الحيط، وكفاية ان الناس مستحملين انا وانتي. خلاص يا ستي نمشي من هنا عشان نتكلم ونتعامل براحتنا مع بعضينا، ان شاء الله حتى نقعد في جنينة. تتريق عليا مقبولة؟ امال اعمل لك ايه يا ماما؟ ما انا كل ما اتحرك ظروفنا، اتكلم ظروفنا، اشم نفس ظروفنا، ما حسساني ان انا بتعامل مش بطبيعتي، وانا يا ستي بتعامل بطبيعتي. طيب اسكتي. بقول لك ايه، تعالي يا اختي ساعديني عشان نخلص البيت، عايز شغل كتير وما يصحش نقعد عند الناس اوانطه في اوانطه. يا دي الناس كان احنا مش ناس. طيب يا دمار خليكي براحتك، امك واخده على الشقه، انا هروح اشقى. أنا وشادي بنينا سوا، لعبنا على التلج، ركبنا بالهوى، دخنا على حجار قصص الزهار، طوحنا الهوى. يا بهية يا بهية، اطفي الكاسيت يا بهية، الصوت مسمع اللي في البيت كله، ما يصحش. ناموسيتك كحل يا سي فهيم، صح الظهر يعني. انا النهارده اجازتي، انام زي ما انا عايز، محدش له عندي حاجه. ثم انا صاحي من بدري، بس كنت على السطوح بشم شويه هوا. ها اخبار الدنيا ايه؟ بس مش بالتفصيل عشان دماغي شايط. اخبار هديه وجوزها ايه؟ يا اخويا انا لا عارفه حاجه عن البيت ده ولا عايز اعرف. الحاجه الوحيده اللي زعلت عليها واثرت فيها بجد هي منال. غير كده صباح الخير صباح النور، ازيك؟ الله يسلمكم. طب بس خلاص، انا غلطان اللي سالتك. اختك فين؟ ولا دي اخرى ما تعرفيش عنها حاجه؟ نزلت عندها شغل في المول بتاع مدينه نصر. ايه الميه قطعه؟ هي ايه حكايتها؟ كل شغلها اليومين دول في مدينه نصر؟ يا اخويا اي حته، المهم انها بتشتغل وخلاص. ربنا يوفقها يا ستي، خصوصا انها اليومين دول ما بتطلبش مني فلوس، لا هي ولا انت. انتوا ايه حكايتكم بالظبط انت وهي؟ ما بتطلبوش يعني وما بتزنوش على فلوس؟ ما انتوش بتصرفوا ولا ايه؟ ربنا يخليك لينا يا فوفو، شايلينك لوقت عوزه، هو احنا نقدر نستغنى عن فلوسك برضه؟ نفسي بقى تتجوزوا انتوا الاثنين وتريحونا. الا قولي لي يا بهيه، هما البنات ما عادوش بيتجوزوا اليومين دول ليه؟ هو البيخه وجه ولا حاجه؟ مش من هنا يعني، مش من البلد دي. يا اخويا البنات نفسها تتجوز النهارده قبل بكره، بس هيلاقوا فين بقى العريس الجاهز اللي معاه فلوس يصرف ويكلف؟ الجواز دلوقتي بقى حاجه فظيعه، حاجه وحشه يعني. كنت فين يا بنت عزيزه؟ بت؟ جرى ايه يا عم؟ هو انت من امتى بتقول لي يا بت؟ رد عليا، اتصحت من صباحيه ربنا وخرجتي. رحت فين يا عزيزه؟ يعني هكون فين يعني؟ الا قول لي، هو انت لسه راجع من بره ولا لسه صاحي اصلا؟ طبعا، ما انت كل ليله بترجع وش الفجر. ما تغيريش الموضوع يا عزيزه. رحت فين؟ اللي رحت فين؟ رحت فين؟ كنت عند اختي بطه في المحل، يعني هكون فين يعني؟ كدابه عزيزه، كدابه في اصل وشك، وهطلع عليك القديم والجديد يا عزيزه. انا كدابه يا عوني؟ ربنا يسامحك، معلش. عزيزه كويس انك وصلتي، ده اختك سالت عليكي في التليفون. اختها مين يا حاجه؟ يوه اسم الله على عقلك، هيكون اختها مين يعني؟ اختها بطه. ايه مالك؟ اختها بطه سالت عليها. يعني بتكذبي عليا يا ست هانم؟ الست هانم بتكذب وبتقول انها كانت عند اختها بطه.
يا اخويا لا بتكذب ولا حاجه، تلاقي اختها كانت عايزه منها حاجه، ولا يمكن بعد ما سابتها وجت افتكرت حاجه حبت تقولها لها. الله، في ايه؟ ايه العمايل اللي انت بتعملها دي؟ من امتى يا اخويا وانت بتعمل كده؟ من ساعه ما بقت تدخل وتخرج من غير اذني. كدابه في اصل وشك يا عزيزه. كنت فين يا عزيزه؟ كنت في مشوار وخلاص. هو تحقيق ولا تحقيق؟ ايوه تحقيق يا عزيزه، تحقيق، وهعرف كنت فين والا هسيح دمك واروح النيابه. يا لهوي نيابه، انت ناقص نيابه يا عوني ولا هتفول على نفسك؟ اتكلمي يا عزيزه، اتكلمي من غير كذب. ما تتكلمي يا بنت، ما تقولي كنت فين، ما انت صحيح خارجه من صباحيه ربنا. بقولك ايه، هو سر يعني ولا ايه؟ وبعدين ايه، في ايه؟ بلاش يا اختي الدلع والهزار في الحاجات دي، ما تخربيش على نفسك يا عزيزه. كنت في مشوار يا عمتي، رحت اشوف حل للمشكله اللي انا فيها، عاوزه اتاكد عشان ما اظلمش اختي وقع معاها، عشان اتنين كدابين احنا متجوزينهم. والله ما انا فاهمه لغايه دلوقتي اي حاجه، ولا عارفه انت كنت فين. بقول لكم ايه، نتقي الله بقى كلنا ونوطي صوتنا عشان سكينه تعبانه، حرام علينا. رحت قابلت عمر جوز هديه في السجن. مش فايت، رحت السجن بتاع عزيزة؟ عاوز اعرف الحقيقة يا عم. هو مش حضرتك جبت سيرتي في الموضوع واتبليت عليا بالكذب؟ مش قلت لعمر جوز اختي ان انا ما بخلفش ومحتاجة دواء من برا؟ هو انا برضو اللي ما بخلفش يا عوني ولا انت؟ هو ده بقى المشوار. طب خلاص خلاص يا عزيزة، خش انت وقتك واللي في الخير يقدمه ربنا. يلا يلا. يعني مش كفاية البلوى اللي ابتلاك بيها ربنا، جاي تفتري على البت كمان؟ يا شيخ حرام عليك، هو احنا ناقصينك؟ مش كفاية الهم اللي احنا فيه؟ ولا هم ولا حاجة يا حاجة، كله حيزول ان شاء الله. بس انت عارفة البت عزيزة يعني مخها صغير شوية، معقول تروح السجن؟ السجن في وسط الحرامية والنصابين يا حاجة. وقال ايه؟ رايحه تتاكد من عمر. هتتاكد من ايه يا حاجه؟ تتاكد يا فلاح انك ما ظلمتش اختها، حط نفسك مطرحها. وبعدين بقى ان جيت للحق، ما احناش عارفين مين اللي كذاب وضلالي فيكوا، انت ولا هو. مقبوله منك يا حاجه، مقبوله. انت برضو الكبيره يا حاجه، بذمتك انا من ساعه ما دخلت البيت ده عمري كذبت عليك يا حاجه؟ بذمتك كذبت؟ ولا بقول لك ايه، اطلع من نفوخي ما تشتغليش. قوم قوم فز، روح شوف مراتك مالها، قوم خش لها جوه قوم. وانا كمان هروح اشوف بنتي عفيفه مالها رخره. مالها عفيفه؟ كفالة الشر، بنت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنطق ولا بتتكلم مع حد. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل ده، ايه الهم اللي احنا فيه ده، بس اعمل ايه يا ناس؟ اشق هدومي واطلع منها؟ اهدي يا حاجه اهدي، عفيفه غلبانه، الدور والبيعه التاني اللي نايم طول النهار في البيت، دلعت الست بطه. اهدي انت بس، انا هخش اشوف عفيفه وهطمنك. اهدي يا حاجه عن اذنك. ايه في ايه يا فوقيه؟ ايه اللي حاصل؟ سلامتك يا سكينه يا اختي، ما فيش حاجه، انا كنت بس بتكلم مع الواد عون، مش عايزاه يظلم عزيزه معاه. واد عديم الاحساس وما عندوش ريحه الدم، مش هين عليه يروح يتعالج، مستكتر انه يطلع انه هو اللي ما بيخلفش. ما هي لما الواحده تطلع هي اللي ما بتخلفش محدش يرحمها، لكن بقى لما الراجل يطلع ما بيخلفش ولا كأن فيه أي حاجة خالص. ناس جهلة بعيد عنك يا فوقية يا أختي. استني بس يا أختي، يا أختي يا أختي، أنا دلوقتي مش في مشكلة عزيزة وعوني، أنا في مشكلة بنتك أنت يا حبيبتي. البنت مالها؟ ماشية كده زي التايهة، زي المتهولة، زي ما يكون حد خبطها على نفخها. هي مالها يا بنتي؟ اسأليها فيها إيه. والله احترت يا سكينة، احترت ومش عارفة أعمل إيه. انا قلت يمكن اللي حصل لها ده بعد المرحومه منال، لقيت الحكايه بتزيد يا اختي. البت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتكلم ولا بتنطق. طيب اقول لكم على حاجه، بس بشرط انكم ما تقولوش عليا بقى مجنونه. مجنونه؟ مجنونه ده ايه؟ معاش ولا كان اللي يقول عليك مجنونه، ده انت ست العاقلين. ربنا يخليكي ليا يا سكينه يا اختي، انت اللي بتنصفيني. شوفي بقى، انا رايي انكوا تفكوا بقى الخطوبه بين الواد والبت دول، ما ينفعش كده. هو شوفي يا فوقيه،
الكلام ده هو يا حبيبتي كان زمان، العيال بقى مش لايقين على بعض، اصل هي دماغ وهو دماغ، هي طبع وهو طبع. وما تاخذنيش بقى يا فوقيه يا اختي، انت بقى لازم ما توقفيش حل البت بالشكل ده، انت لازم تجوزيها علشان انت كبرتي خلاص، ولازم تفرحي بقى بولادها. يوجدك ايه عواطف؟ يعني عايزان انزل الشارع واقول لاي واحد تعالى اتجوز بنتي؟ لا بقى، حرام عليكي. طب ايه رايك بقى ما تجوزيها الواد عرفه؟ يا لهوي يا خبر اسود، اجوزها لصبي عندنا في الوكاله؟ لا اخس عليكي يا عواطف، لا اخس 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 اخس